زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي كما استنستوا بينا ديما تكون عنا تحقيقاتنا الميدانية والطبية، واليوم حابين نمشي بكم لأقصى الجنوب التونسي، مدين هي الأولى وطنيا في نسبة الإصابات؟ هذا السؤال اللي حابين نسأله عليه وشنية الأسباب، سؤال باش نطرحوه على ضيفنا اليوم دكتور زايد العنز، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين. دكتور أهلا وسهلا. شكرا لإذاعة حياة FM. حياة FM على يعني الاهتمام بالوضع الصحي في ولاية مدنين، وخاصة هي الإذاعة الأولى للصحة في تونس. دكتور مدنين الأولى وطنيا في نسبة الإصابات 7.6. فعلا ولاية مدنين تشهد يعني منذ بداية شهر نوفمبر الماضي ارتفاع يعني في عدد الحالات الإيجابية. يعني كانت في البداية الحالات هذه يعني خاصة في صفوف التلاميذ، كما تعرفوا التلاميذ ما همش ملقحين، وبالتالي يعني فما العديد من الأقسام اللي أغلقت، معناتها زوز مؤسسات تربوية معناتها أغلقت بالكامل. فالتقصي حول الحالات الإيجابية في صفوف التلاميذ يعني اكتشفت حالات أخرى على مستوى العائلات، وأصبحت فما بعض البؤر يعني على مستوى العائلات. يضاف إلى ذلك بعض الحالات الوافدة اللي معناها في إطار السياحة الاستشفائية، فما العديد من الحالات الإيجابية اللي يقع اكتشافها معناها سواء من جارتنا الشرقية أو في إطار يعني الحجر الصحي الإجباري لبعض الحالات الوافدة من أوروبا وغيرها. دونك هذوما حالات إيجابية، طبعا معناها حالات وافدة يحتسبوا على المنطقة. فعلا يعني احنا على مستوى نسبة الحدوث بلغنا 7.6%، وهي الأعلى على المستوى الوطني. يعني كان المستوى الوطني الآن تقريبا حوالي 1.36%، احنا 7.6، دونك عدد يعني مرتفع. عندنا معناها حتى على مستوى نسبة الحدوث يعني لكل 100,000 ساكن تجاوزنا 100 لكل 100,000 ساكن على مستوى ولاية مدنين. عندنا معناها نسبة امتلاء أسرة الإنعاش وصلت ل 30% دكتورة. نعم وصلنا 30%، وحتى تجاوزنا معناتها هذه النسبة هذا اليوم معناتها 31% و 15% بالنسبة لأسرة الأكسجين. عدد حالات الوفيات والحمد لله مش مرتفع برشا، ولكن نسجلوا معناها من حين آخر عدد معناها منذ بداية الجائحة وصلنا إلى 1177 خلال 24 ساعة الماضية، يعني حالة معناتها وفاة الله يرحم المتوفي ويصبر عائلته. الملاحظ أن هذوما حالات الوفاة مع الأسف يعني معناتها ما همش يعني معناها لم يخضعوا للتلقيح، ما تمتعوش معناتها بالتلقيح. أيضا في نسبة تو المقيمين زاد بالمستشفيات والمساحات الخاصة، يعني من جملة مثلا هذا اليوم 44 معناتها مقيم في المستشفيات والمساحات الخاصة، معناتها الأشخاص فقط اللي تلقوا معناتها الجرعات، وبالتالي معناتها فما نسبة ضعيفة فما معناتها من الناس اللي قاعدين يمرضوا معناتها دائما وابدا معناتها ما تلقاوش الجرعات الكافية معناتها من التلقيح أو ما تمتعوش بالتلقيح تماما. معناتها بالرغم من أن معناتها في ولاية مدنين إلى حد الآن فما 405,818 جرعة تلقيح اللي قدمت معناتها في جهة مدنين. هذا الحصيل الوضع الوبائي معناتها يستدعي الواقع إلى مزيد من الاهتمام، إلى مزيد معناتها من تطبيق البروتوكول الصحي، خاصة معناتها على المستوى معناتها كافة المواطنين كافة المتداخلين، وخاصة على مستوى نقاط العبور. كما تعرف احنا ولاية مدنين أيضا تتميز دكتور كان تسمح لي قبل ما نجي لنقطة العبور، هاو باش نجيو للإشكال اللي زاد كمنطقة حدودية وأكسي كبير وموفمون كبيرة، هذاك زاد من الأسباب اللي خليتكم في المرتبة الأولى. لكن قبل كي قلت لي عندي 100 إصابة على 100,000، وقتاش في بالي فما نومبر معين سوي معين حددته حتى لوماس تقول لك إذا تخطيتوا راك في وضع خطير نوعا ما، بالمية اللي على 100,000 ما تسميش وضعية خطيرة شوية مش مقلقة بركة معناتها. هو فعلا احنا نعتبروها خاطر تو في التصنيف الجديد يقول لك 400 لكل 100,000 ساكن، احنا في ال 100 احنا 116 او عندنا 116 على مستوى ولايه على الولايه ككل، ولكن عندنا فما في بعض المعتمديات عندنا نسبه حتى تجاوزت 200 لكل 100,000. عندنا زوز معتمديات، عندي معتمديه زوز معتمديات، عندي معتمديه فيها 229
لكل 100,000 ساكن، ثم عندي معتمديه ثانيه 248. شنو المعتمديات؟ نعم زوج معتمديات، والمعتمديه الثالثه عندي 114 لكل 100,000 ساكن، هكذا تكون معناتها اجمالي الولايه 116.8 لكل 100,000 ساكن. معناتها يعني معناها ثم الواقع نسبه معناها مرتفعه نعم، معناتها نسبه الافتطار يعني مرتفعه، تعتبر مرتفعه، ولا بد من تطبيق طبعا جمله من الاجراءات اللي احنا تو ساعيين معناتها طبعا في تطبيقها على مستوى ولايه مدنيه. به دكتور، نعرفوا زاد اليوم المعبر الحدودي وخاصه مع الجاره ليبيا خايفين التوانسه الكل، يقول لك مع الحالات الوافده عندكم زوج حالات، خايفين انه امكانيه دخول الاوميكرو المتحور الجديد من الجاره ليبيا. التقطيع الجيني شنو عطاكم حد اليوم؟ وعندنا كم اوميكرو؟ الى حد الان طبعا حسب النتائج اللي تحصلنا عليها ما عندناش الحالات الاوميكرون، عندنا الفاريون بيتا موجوده بطبيعه الحال، اما اوميكرون الى حد الان لم يقع اكتشافه. ايضا احنا كثفنا طبعا المراقبه على مستوى كل نقاط العبور، وخاصه كما المعبر الرئيسي معبر راس الجيل كما تعرفوه اهم معبر في شمال افريقيا، تقريبا بين 3500 و4000 يعني مسافر يدخل تونس معناتها يوميا، معناتها سواء كانوا معناتها يعني متراجدين، سواء كانوا معناتها اصحاب سيارات، سواء كانوا معناتها اصحاب شاحنات وغيرها، دونك المراقبه مشدده. كيفاش شنو تشديد الرقابه؟ اولا في الاجباريه معناتها اللي يعبروا المعبر في اتجاه تونس يكونوا عندهم زوج جرعات من التلقيح، الجرعه الثانيه تكون عندها اكثر من 14 يوم. ثاني حاجه يعني التحليل التير لازم يكون سلبي عنده 48 ساعه على اقصى تقدير، عوضا عن 72 ساعه كما كان معتمد سابقا. ثالث حاجه ان كل مسافر يخضع لتحليل سريع على عين المكان، على التحليل السريع لازم يكون سلبي. بالنسبه للسواح معناتها من غير التونسيين، اذا كان ثبت اي شخص معناتها ايجابي ما يقعش السماح له بالدخول، يرجع على عين المكان. اذا كان تونسي طبعا لابد من يخضع للحجر الصحي الاجباري اللي هو في المركز الحجر بالنسبه لعزل الحالات الايجابيه اللي موجود في ولايه المهديه، معناتها على نفقته الخاصه ان اراد بذلك، وان معناتها وقع نقله من معناتها معبر سدير الى المهديه مباشره، وان لم يرضى بذلك ما سوف لن يقع ما سمح له بالدخول. معناتها التونسي ما يقبلش يدخل في الحجر الذاتي على حسابه ما يخ... ما 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 يتمش قبوله، ما يتبعش قبوله، ولكن هذا عندنا بعض الصعوبات في هذا الاتجاه. بالنسبه للمعابر كما ذكرت لك، معناتها فما معبر للشاحنات، معبر للمتراجلين، ومعبر للسيارات، المعابر بعيده على بعضها البعض، وفما صعوبه كبيره يعني في الانجاز معناتها التحليل يعني بالسرعه وبالعدد. قداش من عاون دكتور مسخرينه للمعبر الحدودي الكبير هذا؟ احنا الان عندنا 25 عاون، عندنا زوج اعوان يعني قاريين، وعندنا عون ايضا مشكوره الصحه العسكريه ما تدعمنا بعون يومي موجود مع الفريق، وبقيه الاعوان هم في اطار التعاقد. يعني بالنسبه لنا معناتها كل فريق يعمل لمده 24 ساعه، الفريق اللي يتكون من 7 اشخاص، 7 اشخاص على اقصى تقدير، يغطوا كل هذه المعابر ويغطوا 24 ساعه، وطبعا معناتها هكذا دوالي. نسبه ايجابيه التحاليل، نسبه ايجابيه التحاليل دكتور على المعبر قديش في حدود قديش؟ هي لنا هي ضعيفه وضعيفه جدا، معناتها تقريبا معناتها في كل يوم معناتها نقوم ب معناتها تقريبا في حدود معدل معناتها 500 تحليل معناتها تكون فيها تحليل ايجابي 2-3 على اقصى تقدير معناتها. به شنو مطالبين توا في 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 ولايه كيما مدنين وفي معبر كبير كيما هذايا اللي معناتها باش نجاريو هالفلو الكبير وباش نجاريو زاد هالنسبه الاصابات اللي 116.8 حاله على 100,000، شنو مطالبين دكتور؟ هو اولا عندنا بالنسبه لابد من دعم معناتها العناصر هذه الموجوده سواء معناتها من عنصر البشري او في ظروف العمل، كما تعرفوا انتم هذوما هذا ماهوش يعني نقول احنا مطار معناتها كل شيء، هذا راهو في الهواء الطلق، الناس اللي تخدم 24 ساعه في الهواء الطلق، يعني ماهوش معناتها فما ظروف صعبه وصعبه جدا، معناتها كما تشوفوا معناتها كما تو الطقس بارد في الجنوب، بارد جدا يعني خاصه ليلا،
معناها ومعناتها معناتها ظروف العمل صعبه وصعبه جدا، دونك لابد من تدعيمهم بالعنصر البشري واللوجستيكي باش ينجموا يقوموا بعملهم على احسن وجه. العنصر الثاني اللي هام وهام جدا هو التسريع في عمليه التقطيع الجيني بالنسبه للحالات الايجابيه. دونك احنا نرسلوا دوريا الحالات الايجابيه وخاصه الحالات الايجابيه الوافده منها معناتها طريقه معناتها كما نقولوا احنا سيستيماتيكمون نبعثوها وبالتالي نترقبوا معناتها النتائج تكون باكثر سرعه. ثالث حاجه فما العديد من المواطنين الليبيين اللي يقع معناها اكتشافهم يعني في اطار السياحه الاستشفائيه يتظاهروا معناتها في على مستوى نقطه العبور بتحليل معناتها سلبي وكذلك معناتها يتمتعوا بزود تلقيح وبشهاده التلقيح اللي عندهم والتحليل السريع يكون معناتها سلبي لكن معناتها معناتها في تونس عند العياده في عند الاطباء الخواص سواء كانت معناتها مختلف الاختصاصات يقع معناتها اكتشافهم ان حالتهم ايجابيه احيانا تستدعي اقامتهم في بعض المساحات واحيانا لا تستدعي وهنا شو يكون معناه المريض هذا دكتور الحقيقه نعم. شو معناه هذا؟ معناه انه تيست بي سي ار معناتها ما يوري خاطر نعرفوا تيست بي سي ار من غير اعراض ماهوش افيكاس ماهوش فيابل والا انه معناتها الاوراق والجواز التلقيح ماهوش فيابل شنو لازم نفهم انا هذا؟ باهي فعلا هو ينجم يكون معناتها في احسن التقدير يعني وقت اللي نمشوا للجانب الايجابي معناتها من الحكايه او على الاقل معناتها نكونوا معناتها واقعيين. صحيح معناتها اذا كان الشخص ما عندوش اعراض فبالتالي بالنسبه للتحليل السريع على عين مكان يكون ضعيف وضعيف جدا في اكتشاف الحال. الحاجه الاخرى حتى وان كان معناتها شخص حامل للفيروس. كما ذكرنا احنا بالنسبه للشخص وقت يقدم للتسجيل يعني للدخول هو التحليل نتاعو عنده على الاقل كما نقول احنا معناتها 24 ساعه معناتها 48 ساعه على اقصى تقدير، دونك ينجم يكون في الفتره اللي قام بها في التحليل هو في فتره حرام في الفيروس، معناتها ينجم يكون في اللحظه هذيك التحليل ماهوش قادر باش يكتشفه. فهمتني؟ دونك بعد يومين او ثلاثه من اقامته في تونس ينجم يكون يولي ايجابي معناتها وتولي فما امكانيه معناتها اكتشافه معناتها هذا هو معناتها فما بعض الحالات الاخرى اللي يقع اكتشافها معناتها نقول احنا ممكن يكون على مستوى التحليل بالبي سي ار سلبي ولكن اكتشافه معناتها بطرق اخرى مثلا كيما التقطيع بالمفراس وغيرهم معناها كل شيء ينجم يكون ايجابي واعتبروا الاطباء ايجابي وبالتالي احنا بدنا نعتبره ايجابي معناها وينجم يكون معجز في نفس الوقت. هنا الاشكاليه وين؟ الاشكاليه فعلا فما بعض الاشخاص اللي تقيم يعني معناتها في المساحات الخاصه يوم او يومين او ثلاثه ثم يقول لك انا نحب نروح انا ما نحبش نقيم معناتها فهمتني معناتها وحاله ايجابيه طبعا احنا زاد نفس الشيء بالنسبه للعائلات اللي بيجي في شكل عائلات ومعناها وتاخذ منازل معناتها في على وجه الكراء البراء وطبعا تكون في الاسواق وفي المحلات وغيرها معناتها كل شيء احنا وقت يكون شخص اللي هو ايجابي في تونس معناتها ما نقول احنا بصفه اليه يقع التقصي على مستوى العائله واضح فهمتني ولكن الاجراء هذا مش ممكن مع الاخوه الليبيين هو ماهوش ممكن وبالتالي لابد معناتها هنا احنا نقترح معناها على الاقل بالنسبه للشخص اللي يحب يغادر المساحه ما يغادرش في سيارته الخاصه على الاقل حتى يكون في سياره معناتها في نقل طبي حتى على الاقل على مستوى الحدود حتى يتسلمه الجانب الليبي واضح دكتور زايد الحقيقة نشكرك على تدخلك معنا اليوم والمعلومات اليوم اللي كنت قدمتنا حصريا على راديو الحياة فهم دكتور زايد وهو المدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية بمدنين على تدخلك معنا اليوم الانتجرالتي للانترفيو تلقاوها شوية أخرى على الباج أوفيسيل فيسبوك لراديو الحياة فهم كانت هذه زوم سانتي بالنسبة لليوم زوم سانتي